الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نهار إن شاء الله نرزود نفغس الجيش التصريح يجي البيان باش هاد السنيودان مرة لأنه تسقسان يجي عدد الأسئلة الاستفسارات يجي عدد السقسية سقسان يودان حفظ القرآن الكريم كذلك سقسان خل المدارس العتيقة خلال الفتريان الطوارئ الصحية سقوم يثبذان ذي شهر مارس ألم يدرخثو ما المصير المصير محضار قارن إن يحفظ القرآن إن يتوقر الدروس المدارس العتيقة ولذلك نخص قوم زوار أنهن يوذان السكان الناظور وغير الناظور نتهنى تنخ الصبر نسن نتهنى تنخ المسيرية الصحية ذي عون الدولة عون الأمة ألم إن شاء الله قنقر باش انتصر خل جائحة كورونا انتصر خل الوباء نتهنى ثان ونتحيا ثان يجن تحية خاصة تحية إجلال وتحية إكبار السكينة مرة وكذلك إن تغيلان دي الصفوف الأمامية السلطات المحلية الأمن رجال الإعلام المواقع إن تغطان خدمان تجتهادا ثم نقرص بأنه أنطمأن يوذان على أنه إمحضارا كتاتيب القرآنية قارن عن بعد تواصلا أكل فقهاء إنسان أكل أئمة إنسان أكل محفظين إرياز التمغارين عن طريق الوسائل الحديثة عن طريق الهواتف الذكية عن طريق الواتساب عن طريق الفيديوهات والأنشطة قال أنشطة نغل المجلس العلمي والحمد لله وثبتشا وإنما تقيثنت عن طريق بعد قال مراكز تحفيظ القرآن وكذلك المدارس العتيقة ما رخدمت عن بعد المديرية التعليم العتيق ثوشا الإذن الناس باش الاساتذه وذ الفقهاء اتواصلا اكتلاميذ وقام الامتحانات ان شاء الله هذه اللي انت امتحان البكالوريا قاتل اللي دي شهر 9 امتحانات كذلك السادس تني الثالث اعدادي كذلك هذه اللي انت اذا المسيره الدراسه المسيره نحفظ القران وثبتشا وانما هي متواصله وتقييم أغانى علن إن شاء الله ذي الأشهر المقبلة افتتاح الدراسة أمغث علن المدارس العمومية لأنه المدارس العتيقة تقر بتوازي أكل المدارس العمومية ما ينقار المدارس العمومية كذلك أذيلي للمدارس العتيقة ثالثة من جهة كذلك وذان تسقسان خل المساجد نتوالى بانه جل عدد المرافق العموميه جل عدد الادارات جل عدد المؤسسات ارزما او انه خفن خاصن الحجر الصحي وماشي مثالي المساجد وتصريح البيان وزير الاوقاف يقا جار يفسن برلمانيين تغط واضح تغط صريح شي الحمد لله غرنغ الدين غرنغ البيان دي إصدار المجلس العلمي الأعلى ألم يغلق المساجد وكذلك إصدار ديج البيان النظري من بعد تخفيف الحجر الصحي بالنسبة للمساجد البيان وزير الأوقات تغط واضح على أنه المساجد لله وأن المساجد لله ونشين غنغ الحفاظ خل أرواح أن مسلمان خل أرواح الأمة غاسج الأولوية غاسجد القدسية ما يمكنش أن نرزم المساجد وإذا غاسنجد الحماس أم زيانة مقران أرياس رامغار غاسنجد الحماس باش أداد فنتي مزيدة وين باش يقال احتراز غانق باش يقال احتياط غانق ولذلك المسؤولين النغمة لأننا نغد أثقيمة مزيدة وين باللعنت يتخصوا نطير شا تسوا نتخيق شا لأنه سدين النغش غني سن الأخلاق الإسلام ونشين سن الحماس النودان بأنه الزون
أذ حصلا خل أجر جماعة الصلاة وقد تسرى الآذان الآذان خبيث تسرق غرس الأجر الثواب شي نتردد كذلك كالمؤذنين ونتحيا المؤذنين بالمناسبة تحية ونقاري وذان خميت سلام الاذان اردم اكل المؤذن قغاو من اجر الثواب والصلاه التيلي ديال البيوت النغ نقيت فرادا نغ جماعتنا اكل اهل النغ قغار نغ الاجر الله تعالى التريا نغ الاجر الثواب الجماعه ما من الزوان راح غا المساجد نرزو باش نحصل خل اجر الثواب الجماعه وقال جماعه اني غاتقديت الدار في النش وحدش نغا كذا الدار أكل أهل النش أكثر وانك أكثر مغار النش غاك الآجر الجامعة تقدي المسجد لأن إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات الخطوات اللي غنقي غا المسجد التاريخ انت الله تعالى الأجر لأنه النية النغ على أنه نحافظ خل الأرواح نحافظ خل النفوس وخا قيمة مزيدة وين بلعنت أمو والآذان هذه قيم دائما يسمع إن شاء الله إذن هنيئا لكم أيها الإخوان أم الزيانة مقران قغوم الأجر الثواب الجماعة إن شاء الله وقريبا إن شاء الله ستنفرج الأمور باش تدول أنت الأمور إلى الأحوال مثل العادية والطبيعية وانت الله تعالى هذا نغي نجا سلوباء أخان غير رفع المقت النص ضل غضب النص عما قريب إن شاء الله وظن غير جسي الاسقام والشرور شرور الانفس النغ وشرور الاوبئه والامراض المعديه ظن غير جادي نجا طابور النغ اطي حفظ غادي يحفظ ربي الملك النغ اثي نجاس كل هراش اثي سجن ان شاء الله عاجلا اثي ربي البركه الصحه الناس الاهل الناس ولي العهد الناس الاسره الناس ودي الشعب المغربي قاطبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.